رجعنا تاني. ادي الصينيه هتتستف بالطريقه دي، هنحط عليها شويه زيت كده وندخلها الفرن. دي صينيه سردين، اللي عاوز ياكله في شم النسيم علينا وعليكم بخير، مخلل ياكله، مش عاوز هياكله صينيه كده تبقى حلوه قوي قوي. اهي هندخله الفرن، هو ما بياخدش وقت كتير في الفرن، السردين روحه ضيقه ما بياخدش سوا. هندخله بقى الفرن كده، بس النار ما تكونش عاليه قوي برده. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي بس دي واطيه شويه ودي من الجنب كده واطيه شويه بس كده، ونقفل عليه. ان شاء الله يطلع معانا ويبقى حلو. نشوف بقى صينيه السمك اللي بالصلصه. الله، بتبقى بقى اللي عاوز هي كده، السمك ده بيبقى حلو قوي بالصلصه كده، يبقى فيه شقشاء عشان بيتغمس بالعيش او بيتاكل مع الرز الصلصه بتاعته. اللي عاوز يدخله الفرن ياخد وش احمر اهلا وسهلا، مش عاوز هو كده يتغمس مع البصل مع الطماطم بيبقى زي العسل. استاذ زكريا، ازيك يا ست غاليه؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله احنا في نعمه والله العظيم. تسلم ايديكي، ربنا يخليك ويبارك لك. وانا بقول لك ربنا يهديكي ويهدينا. ربنا يخليك. وحلاوتك كنت بتعمل السردينه. ايوه انت شاعر. انت عندنا غالي، عندنا زي ارض العريش وارض سينا. كاه ده والله العظيم. عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. من كام يوم كان عيد ميلاد مراتي، ربنا يبارك لك فيها، ونسيت مع ضغط الشغل نسيت اقول لها، نسيت تقول لها كل سنه وانت طيبه. عايز اقول لها كل سنه طيبه يا جموله، ده هي النور اللي بمشي عليها. اللهم صل على النبي. بتسيبك تخرج مع اصحابك ولا لا؟ طبعا، انا عندي اخويا وصاحبي عايز يكلمك جنبي كمان. الله اكبر، يعني اخوك وصاحبك، هي بتسيبك تخرج بقى كده وتنفس عن نفسك؟ لا طبعا، امال ايه؟ وانت فاكر هتسالني رايح فين وجاي منين؟ يعني حتى لو سالتك اهي برضه بتطمن. لا يعني انت بس اتاخرت ليه يا راجل؟ ايوه. طب انت كنت فين؟ بس كده. بس كده يعني. ايوه بس بامانه يعني، انا يعني بقول لها كل سنه طيبه، لان الست جموله مراتي دي هي النور وهي كل حاجه حلوه عندنا. ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها ويطول لك في عمرها. الله ينور على الاعمال الحلوه اللي انت عاملاها يا ست غاليه. ربنا يخليك. انا قلت اخلل لكم شويه فسيخ كده، بوري حلوين. البوري الايام دي الحمد لله سعره مريح برضو حلو، وتقدروا تخللوه تاكلوه في شم النسيم يعني الفتره دي يكون استوى. احنا بعد الفسيخ في البحر الاحمر. صح، الفسيخ عندكم في البحر الاحمر اخباره ايه؟ حاجه بالصلاه على النبي، احنا بنعمله. انتوا رشيد، اهل رشيد. لا احنا البحر الاحمر. ربنا يديكم الصحه وطوله العمر. انت رشيد دي غير البحر الاحمر. بس انتوا عندكم الفسيخ بتعملوه. طبعا، امال ايه؟ رشيد بتبقى دلتا. قول لي بقى، انا ان شاء الله هعمله اهو، بس يا رب اقدر اعمله زيكم ما بتعمل زي انتم ما بتعملوه. ده انا عايز اجي لك مخصوص اسلم عليك في البرنامج. ربنا يخليك تيجي وتشرف اخوات وحبايب، حضرتك اخونا الكبير على راسنا. وتحيه لكل معد برنامج القاهره والناس. تسلم لنا، شرفتنا. شكرا، السلام عليكم. مع الف سلامه.